السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم الدرس الثاني من القسم واحد الحركة الدورية الوحدة 24 بعنوان حركة البندول البسيط. يمكن أن تكون حركة توافقية بسيطة. البندول البسيط عبارة عن ثقل أو كرة مرتبطة بخيط مهمل الوزن وغير قابل للتمدد أو الامتطاط، والكرة قابلة للاهتزاز. البندول البسيط يتحرك حركة توافقية بسيطة إذا كانت سعة الاهتزاز صغيرة جدا. لديك هذا الشكل. في المكان واحد تؤثر في كرة البندول قوة شد الخيط وقوة الجاذبية، وإفنيت هي المحصلة. قوة المحصلة هي قوة الإرجاع التي ستعيد كرة البندول إلى الوضع 2 اللي هو وضع الاتزان، حيث محصلة القوى تساوي الصفر. FT وFG محصلة تساوي الصفر، لكن كمية الحركة التي تملكها الكرة ستجعل الكرة تنتقل إلى الموقع 3، حيث تظهر قوة الإرجاع مرة أخرى ولكن في الاتجاه المعاكس. قوة الإرجاع تساوي لها القوة المحصلة. قوة الإرجاع تساوي لسالب FG في ساين سيتا. استبدلت ساين سيتا بالزاوية سيتا لأنه سيتا صغيرة جدا، وساين سيتا بالراديان يساوي لمقدار سيتا. F rest تساوي لسالب MG. سيتا عبارة عن X على L. سيتا تساوي X على L. وين سيتا؟ هنا. هنا سيتا، هذه سيتا. وإكس وين إكس؟ هذه هي إكس. ساين سيتا تساوي المقابل على الوتر. المقابل هو إكس والوتر هو إل. لذلك صارت عندك قوة الإرجاع وتساوي لسالب، هذه صارت قوة الإرجاع في البندول. إذا راقبت قوة الإرجاع في البندول تشبه كتير قانون أو قوة الإرجاع في الزنبرك أو قانون هوك، حيث MG على L هي كي ثابت المرونة. قوة الإرجاع المؤثرة في كرة البندول البسيط عندما تكون سعة اهتزازه صغيرة تتناسب طرديا مع مقدار الإزاحة اللي هي X عن موضع الاتزان، واتجاهها أيضا بعكس اتجاه الإزاحة. هذا مر معك بالكتلة والزنبرك. حركة البندول تكون حركة توافقية بسيطة إذا كانت سعة الاهتزاز صغيرة، عم يأكد لك. يتناقص مقدار قوة الإرجاع كلما اقتربت الكرة من موقع الاتزان إلى أن تصبح صفر عند موقع الاتزان الشكل السابق. وعند الإزاحة القصوى للكرة تصل قوة الإرجاع وكذلك العجلة إلى قيمتها القصوى، بينما تصبح السرعة صفر. وعند موقع الاتزان تصل سرعة الكرة إلى قيمتها القصوى وتكون قيمة كل من قوة الإرجاع والعجلة صفر. هذا الكلام هنلخصه هنا. تابع معي. أقصى إزاحة موجبة لهذه للبندول وهذه للكتلة والزنبرك القوة تساوي قيمة عظمى وتساوي لسالب K في A. العجلة بتاخد قيمة عظمى واتجاههم اثنينات وين؟ باتجاه موضع الاتزان. هذا موضع الاتزان وهذا موضع الاتزان، والسرعة صفر خلال الاتزان. يعني عندما يعود أو يمر الجسم بموضع الاتزان، يعني بيكون يتحرك ربع اهتزازه الكرة في موضع الاتزان والكتلة في موضع الاتزان، القوة صفر والعجلة صفر. إذا عند موضع الاتزان القوة والعجلة صفر والسرعة أقصى قيمة إلها، لكن في أي اتجاه؟ لاحظ في اتجاه الغرب، لأنه بده يكمل الحركة الاهتزازية. أقصى إزاحة سالبة، لأن إحنا عم ندرس خلال دورة كاملة، يعني بدي من أقصى إزاحة موجبة. الإزاحة صارت وين؟ على اليسار. X تساوي سالب A. القوة موجبة لكن في
القوة موجبة له أقصى قيمة، والعجلة موجبة أقصى قيمة. لاحظ القوة وين؟ باتجاه مركز موقع الاتزان، والعجلة باتجاه موقع الاتزان أو مركز الاتزان. السرعة صفر. مين بتشبه؟ بتشبه أول وحدة، تشبه هذه، هذه بتشبهها. إذا السرعة عند أقصى إزاحة هي موجبة أو أقصى إزاحة سالبة، السرعة صفر، والعجلة والقوة لها قيمة عظمى. الاتزان نفس الاتزان السابق، القوة والعجلة صفر، القوة والعجلة صفر، والسرعة أقصى قيمة لها، لكن وين اتجاهها؟ باتجاه الموقع الاتزان، باتجاه الشرق أو اليمين. تعال نشوف الاتجاه، السرعة هنا غربا. إذا الاتزان هنا والاتزان هنا، القوة والعجلة صفر، والسرعة أقصى قيمة لها، لكن اتجاهها على حسب بقى منين بدأت الحركة. أقصى إزاحة موجبة بدها ترجع للنقطة اللي بدأت منها، هون نقطة البداية، هون نقطة النهاية. لاحظ كم مرحلة؟ مرحلة 2 3 4، أربع مراحل. قوة الإرجاع في البندول تساوي سالب ام جي على ال في اكس. ام جي على ال افترضناها هي كي. السرعة الزاوية انت بتعرفها تساوي 2 باي في اف، وتساوي جذر الجي على ال على ال. منها نعمل الزمن الدوري، تي كابيتال الزمن الدوري يساوي 2 باي جذر التربيع ال اللي هي طول البندول، وجي عجلة الجاذبية الأرضية، طول خيط البندول ال. البندول ذو الطول الأقل، يعني إذا ال صغيرة فالزمن الدوري صغير، يكمل دورته قبل البندول ذي الطول الأكبر. إذا ال صغيرة زمن دوري صغير، ال كبيرة زمن دوري أكبر. الزمن الدوري للبندول لا يتغير بتغير الكتلة ولا يتغير بتغير السعة، له علاقة فقط بطول البندول والمكان اللي متواجد فيه. التأكد من الفهم، وضح العلاقة بين الزمن الدوري للبندول البسيط وكتلة ثقل البندول. الجواب حيكون هذا، هذا الجواب ما له علاقة. طاقة وضع كرة البندول جاذبية تزداد بزيادة إزاحتها عن موضع الاتزان. الخط البياني الأزرق هو طاقة الوضع، والأخضر طاقة الحركة، والأحمر الطاقة الميكانيكية. لاحظ بيشبه نفس الشيء بالنسبة للكتلة والزنبرة، زيادة طاقة الوضع على حساب نقصان طاقة الحركة، وبحيث يكون مقدار الزيادة زائد مقدار النقص يساوي لمقدار ثابت، وهنا موضع الاتزان. في النقطة هذه تتساوى طاقة الوضع وطاقة الحركة، في النقطة هي تتساوى طاقة الوضع وطاقة الحركة. مثال: لعلك ترغب في معرفة ارتفاع برج حالي، لكن الظلام يحجب عنك السقف، تلاحظ بندولا متدليا من السقف يكاد يلامس الأرض. ما ارتفاع البرج إذا كان الزمن الدوري للبندول 12 ثانية؟ نستخدم هذه المعادلة، المطلوب هو L. إذا بربع طرفي المعادلة بصير بهذا الشكل، بعزل ال على يسار المعادلة وبعوض بالموجود، بيطلع طول البندول 35.8 متر. الرنين: لكي تستطيع التأرجح على أرجوحة وأنت جالس عليها، فلا بد أن تقوم بدفعها عن طريق الانحناء إلى الخلف وسحب حبلها من النقطة نفسها في كل اهتزاز من الحركة. الرنين: يحدث الرنين عندما تؤثر قوة صغيرة في جسم مهتز في فترات زمنية متساوية منتظمة. أنت بتحس فيها هذه وقت اللي بتبدأ بتلاعب أخوك الصغير في الأرجوحة، أول ما بتعطيه الدفعة الأولى وبيرجع لعندك أقل، يعني بإصبعك بس بتلمس إصبعك الأرجوحة بتكون أعطيتها قوة دفع، بتروح بتكمل أرجحتها وبترجع لك، تعطيها هالقوة الصغيرة بتكمل الأرجحة وبترجع. رقم 2: وهذا يؤدي إلى زيادة سعة اهتزاز الحركة، وتكون الفترة الزمنية الفاصلة بين تطبيق القوة على الجسم مساوية للزمن الدوري للحركة الاهتزازية. ويمكن أن يؤدي الرنين إلى اهتزاز الأجسام على نحو قوي جدا إلى درجة تسبب إتلاف تلك الأجسام،
وقد يؤدي صوت مغني الأوبرا الذي يتمتع بطبقة أو نبرة مرتفعة في تحطيم كأس عصير رقيق إذا كان تردد ذلك الصوت مطابقا للتردد الطبيعي لهذا الكأس. حنوضح أكثر. ظاهرة الرنين والاهتزاز المدمر، لكل جسم مهتز تردد رنين، حتى الذرات المهتزة لها تردد رنين. يجب على المهندسين أن يأخذوا في بعين الاعتبار التردد الطبيعي للأشياء التي يقومون بتصنيعها. فإذا كان التردد الطبيعي لهيكل السيارة متوافقا مع صوت المحرك، فإن ظاهرة الرنين ستجعل السيارة تهتز على نحو يسبب الإزعاج لسائقها. وللسبب نفسه يترتب على الجنود عند عبورهم أحد الجسور أن يغيروا خطواتهم. لماذا؟ لو أنهم تابعوا مسيرهم بخطوات منتظمة الإيقاع، فربما يتوافق تردد خطواتهم المنتظمة مع تردد الطبيعي للجسر ذاته، فيحدث الرنين. قد يتسبب في سقوط من يسير فوقه إذا بلغ هذا الرنين حدا عنيفا بسبب اهتزاز الجسر، بل أن بعض الجسور تعرضت للانهيار بسبب الرنين الذي سببته الرياح العاتية. يعني مو بس الجنود، الرياح العاتية. تمعن في الأمثلة الكثيرة حول الرنين. إذا كان في بيتك غسالة ثياب، راقب ما يحدث عندما يبدأ الجزء الدوار من الغسالة بالدوران السريع. ستلاحظ أن الغسالة كلها تهتز. أنا دائما بتخوفني، بتكون بدور التنشيف بتطلع لي صوت رهيب، برقد رقيد على الغسالة. ويحدث هذا عندما يكون تردد الجزء الدوار من الغسالة متوافقا مع التردد الطبيعي للآلة بأكملها. وإذا كان التردد الطبيعي للآلة يتوافق مع تردد الجزء الدوار فيها وهي في أسرع دورانها، للغسالة إلى عيارات، فإن أجزاء الغسالة ستتداعى في الحال، تتفكك كلها وتوقع تخرب. هناك آلة موسيقية وترية قديمة، سبحان الله الناس كيف بيستفادوا من العلم. هناك آلة موسيقية وترية قديمة الطراز تسمى هيردي أو جيردي، تتألف من مجموعة من الأوتار التي لا يعزف عليها بالنقر أو بالقوس أو باللمس من جانب العازف، لكن كيف بتطلع صوت؟ لكنها مع ذلك تهتز وتصدر نغمات مختلفة، وتسمى هذه الأوتار بالأوتار الرنانة. وتحدث الموسيقى المنبعثة من هذه الآلة عندما تهتز أوتارها بحسب تردداتها الطبيعية. متى؟ أثناء مرور موجات الصوت عن طريق الهواء المحيط بها إلى الأوتار، فتصدر أصواتا غنية ومتنوعة تتوافق وتردداتها الطبيعية. سبحان الله. ومن الأمثلة الشائعة على الرنين تأرجح سيارة إلى الأمام والخلف من أجل تحرير إطاراتها المغروزة في الرمل، والقفز المتواتر على منصات السباحة أو الغوص. وقد ينتج من السعة الكبيرة الناتجة من الرنين شعور بالإجهاد. إذا سمعت لموسيقى وضجيج كتير هيك بتحس أحياناً تعبت، هلكت، بيكون تردد جزيئات جسمك صار مساوي لتردد الصوت، فصار عندك رنين داخل جسمك. وكذلك يستخدم في الآلات والأدوات الموسيقية لتضخيم الصوت، وفي الساعات لزيادة دقتها. وفي أمان الله، لا تنسونا من الدعاء.